السلام عليكم لا فامي، جيسبر كو راكو كاع بيا. مرحبا بكم في فيديو جديد تاع لاشين يوتيوب تاعنا اللي هي لو لابو دي زاغرافيك. على بالي عندي بزاف ما بنش، ما نعطيكمش لي زيكسكوز، ما نبداش نقول لكم باسكو ما بنش باسكو لا غالب. المهم لا فيديو تاع اليوم حتكون ان كونتينيتي تاع لي فيديو اللي جازهم قبل، دونك اللي ما شافوهمش لازم يروحوا يشوفوهم ديريكت باش يقدروا يكملوا معنا لا فورماسيون. لا فيديو تاع اليوم حتحكي على كيفاش نريكلي لابري فوتو تاعنا. قلنا بلي عندنا 3 ريكلاج اللي هما ايزو اوفر تو فيتاس. اليوم حنحكيوا على الايزو وشنو هو واش معناتها ايزو، كيفاش تخرج، كيفاش نكونتروليوه. شوف لا فيديو حتى الله فهم باش تفهم. فوالا دونك الايزو وشنو هو؟ ديجا كلمة ايزو هادي ماشي ما فين تلاقاو بها، كاينين تلاقاو بها اللي يخدمو في الدومين تاع ماركتينغ وهادوك العفايس، يقول لك ايزو 9000 ايزو 9200. بصح ما عندوش علاقة بالايزو تاعنا، هذاك ايزو عنده علاقة بالماركتينغ، الايزو تاعنا هو حاجة وحدوخرى. الناس ما يعرفوهاش بصح لي صور فوتوغرافي ارجنتيك، دونك اللي كانوا يستعملوا هاد لو تيب دابري فوتو، دونك هادو يعتبروهم دي زابري فوتو ارجنتيك. واش معناتها ارجنتيك؟ حكينا عليها، قلنا يجي داخل لا بيليكول. اللي كانوا يستعملوا هاد لي زابري فوتو كانوا يعطوا له ازا. ازا وشنو هو؟ هو الحساسيه تاع لا بيليكول، هذيك لا سونسيبيليتي تاع لا بيليكول بالنسبه للضوء. هما ما كانش عندهم ريغلاج، كان عندهم لا بيليكول يشروها يلقاو مكتوب فيها 100 ازا 200 ازا 400 ازا، دونك شاك بيليكول شحال لا سونسيبيليتي تاعها على حسب الفوتوغراف هذاك واش حيدير بها. حنا في الفوتوغرافي نيميريك وسمو الايزو. واش معناتها ايزو؟ لا ديفينيسيون تاع هاد لي 3 لتر، انترناسيونال ستاندار اورغانيزيشن. واش معناتها لا ديفينيسيون تاع لو مو؟ معناتها شنو هو الايزو في الدومين تاع الفوتوغرافي نيميريك؟ سي لونيتي دو ميزور دو لا سونسيبيليتي دو نوتر كابتور ا لا لوميير، هي الحساسيه تاع الكابتور تاعنا للضوء، شحال يكون حساس للضوء. دونك كاين واحد الشيفر نريغليه على حسب الحساسيه تاع الكابتور للضوء. دونك هذاك الشيفر كيفاش يتريغلا، وقتاش لازم نريغليه وقتاش ما لازمش نريغليه، حنفهموا ايطاب بايطاب بار ايطاب في هذا الفيديو. فوالا دونك العفسه الاولى لازم نعرفوها، مادام انا نقولوا الايزو عنده علاقه بالكابتور لازم نعرفوا شحال من كابتور اكزيستي في الدومين تاع الفوتوغرافي نيميريك. كاين بليزيوغ تيب دو كابتور، لي تيب دو كابتور يتبدلوا ولا ديفيرونس بيناتهم حتكون من لاطاي. دونك كاين كابتور كبير، كابتور موان، كابتور صغير، وهي رايحه. دونك حنا لي كابتور اللي نتلاقاو بهم في زاباري فوتو هادو هما نيميريك، تسمى اللي نستعملوهم بزاف، اللي نتلاقاو بهم بزاف في الدومين بروفيسيونال كيما ريفلكس وابريد. حنتلاقاو بكابتور موان فورما اللي يجي كبير، ما كاش منه بزاف نلقاوه في لي زاباري فوتو فريمون بروفيسيونال اكسترا شاري، تستعملوه بوكو بلوس في الدومين تاع السينما. نلقاو لو كابتور فول فريم ولا بلان فورما لي لا طاي تاعو نعيطو لها 36 ملم على 24 ملم، سي لا ميم طاي تاع لا بيليكول اللي كانت اكزيستي في لافوتوغرافي ارجنتيك. ومن بعد عندنا تروازيام تيب دو كابتور اللي هو لو كابتور ابي اس سي. ابي اس سي واش معناتها؟ اباري فوتو سنسر كروب، معناتها اباري فوتو سنسر سي كابتور، كروب سي ركادري. معناتها لو كابتور فول فريم هذاك قطعوه بافيك ان فاكتور تاع 1.5 ولا 1.6 على حسب لابري فوتو تاعك لا مارك، خرجوا لو كابتور ابي اس سي. لو كابتور ابي اس سي هاديك لا طاي تاعو، دونك الكروب تاع لو كابتور فول فريم 1.6 من كابتور فول فريم. ومن بعد عندنا تروازيام كاتريام تيب دو كابتور اللي هو لو كابتور كاتير، نلقاوه بايزون في جي اش 4 جي اش 5، نلقاوه في كالكو زاباري فوتو. فوالا سي كوا لا ديفيرونس بين هاد لي كابتور؟ دونك هاد لي كابتور انا نشوفو بلي لا ديفيرونس بيناتهم سي جوست لا طاي. اسكو لا طاي حدير تكري ديفيرونس كبيره؟ وي تكري ديفيرونس كبيره. فاش قد ما يكون كابتور كبير اوتوماتيكمون راح يمد لي ايماج كبيره، كابتور صغير يمد لي ايماج صغيره. دونك بوغ لي بيرسون لي يصوروا وهذوك لي فوتو لي يستعملوهم حيكبروهم، يديروهم غون تيراج، معناتها باغ اكزومبل يديروا لي بانو بيبليسيتير، هذوك اللي تشوفهم في لوطولات اكسيتيرا، اوتوماتيكمون حيكبروا ليماج تاعهم. دونك حنا كي نكبروا ليماج واش اللي صرا؟ لي بيكسل هذوك اللي جايين داخل ليماج حيتجعدوا. حنا على بالنا بلي البيكسل هذايا لو بتي سوسي لي فيه سي كي نجعدو يكبر ومن بعد اون سارتان ليميت ما يكسبتيش لا ديفورماسيون، تولي نعيطو لها ايماج بيكسيليزي. دونك باش ما نطيحوش في هذا لو كا لازم ليماج تاعنا على باس تكون كبيره، باش اذا زدت كبرتها ما تبرديش لا كاليتي تاعها بزاف. دونك باش تكون عندي ايماج كبيره لازم يكون عندي كابتور كبير. دونك نونجستريها في راسي بلي اذا انا فوتوغراف نخدم بزاف لي زيماج كبار، معناتها حنكبرهم بزاف، نروح ديريكتومون نشري ان كابتور كبير. كي نقول ان كابتور كبير معناتها فول فريم ولا موان فورمات. ومن بعد واش عندنا؟ العفسه الدوزيام ماشي غير لاطي تاع الكابتور تهم بارابور لا غرونديسمون تاع ليماج، تهم في عفسه واحده اخرى. قد ما يكون الكابتور كبير قد ما يكون يتحمل الحساسيه تاع الضوء هذيك، معناتها كي نصور به دي سيتياسيون ليميير ديفيسيل، في دي سيتياسيون وين ما كانش بزاف الضوء زعما في لي سال دي فات ولا دون اون بوا دو نوي ولا في الليل اللي يصوروا لي فوتوغرافي نوكتورن، معناتها جو سخي اوبليجي ندخل بزاف الضوء في لاباري فوتو. كيما ما نقدرش ندخل بزاف الضوء تماك اللي حنستعمل الريغلاج اللي كنا نحكيو عليه مقبلات اللي هو الايزو. هذا الريغلاج الايزو يبدا من الشيفر 100 ويروح لان شيفر كبير با
par exemple 6400 ou la 2800. Elle accepte le type d'appareil photo de taquem. Un autre jour, on prend 6400, on a comme référence parce que la même chose, ça sera 2800, 25600, etc. Le mot est, quand on met le chiffre de l'ISO, ça va être le nombre d'images. Quand on met l'ISO, on met l'ISO. Il dit, on va dire, on va dire, mais non, toujours qu'il y a un avantage ou qu'il y a un inconvénient. Quand on met l'ISO, c'est vrai, c'est le dos. Mais l'inconvénient, c'est que ce qui sera, il va dire, le bruit numérique. Tous les images taillées, je vois qu'il y a des trèches. Une mhabba qui a fait des grains. هذاك يعطيو البروي نيميريك وهذاك البروي نيميريك اذا جا معناتها حينقص لي لا كاليتي تاع ليماج تاعي. تسمى شنو جيستري عندي ايزو يبدا من 100 اون فوا دير حتى 6400 ابروكسيماتيف على حسب لو تيب دابري فوتو تاعك. كاين اللي يقدروا يروحوا فوق 6400 كاين ما يلحقوش ميم با 6400. حنا نقولوا 6400 يروح من 100 ل 6400. كل ما نطلع في الشيفر تاع الايزو يزيد الضو، مي كل ما نطلع في الشيفر تاع الايزو لاباريسيون تاع البروي نيميريك تزيد، وكل ما يزيد البروي نيميريك تنقص لا كاليتي تاع ليماج تاعي. دونك هنايا واش كيفاش نربط الحاله باش ما نكثروش بزاف لي مو تكنيك هذوما. كل ما يطلع الايزو كل ما الكاليتي تهبط، نربطها هكذا. تسمى انا لا لوجيك تاعي واش تقول نسي توجور 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 كيفاش الايزو نديرو لو بلو با بوسيبل. علاش نقول لو بلو با بوسيبل؟ ما نقولكمش نديرو 100 نديرو 200، بصح كاين ديزابري فوتو ما يديروش 100 يبداو من 200. كاين ديزابري فوتو يقدروا يحطوا حتى 50. دونك انا اذا نقدر نحط 50 ماذا بيا ندير 50 اون كونسيرفي لا كاليتي تاع ليماج تاعي او ماكس. دونك هذا الريغلاج تاع الايزو سي فري حيدير لي الضو كي نكون حاصل. باغ اكزومبل انا راح نصور وما كانش قاعد الضو، واش ندير؟ ما نصورش، لازم نصور. بصح كيفاش نصور؟ نطلع الايزو. بصح اون ساشون كو كل ما نطلع الايزو تنقص لا كاليتي، سما لازم نكون انتيليجون. كي نطلع الايزو نسي كيفاش، ما نبداش بالايزو، نبدا بالوفرتور ومن بعد نروح لا فيتاس ومن بعد نريكيبير لا لوميير بهذوك الزوج، ومن بعد كي نحصل خلاص ما كانش وين نروح باش نروح للبارامتر تروازيام اللي هو الايزو. ومن بعد كي نروح للبارامتر تروازيام هو الايزو، كاين ديكا باغ اكزومبل كيما في ليزاباري فوتو ا بي اس سي اللي حكينا عليهم تروازيام فيديو كابتور، هادوك ابي بري كي لحقوا 1600 ايزو 2000 ايزو خلاص نبدا نشوف البروي نيميريك بزاف او بوين ما نقدرش نكونتروليه، تولي ليماج انكسبلوطابل. معناتها ليماج هذيك شغل ما نقدرش باغ اكزومبل نبيعها ولا نمدها لان كليون باسكو ما توليش كاع شابه. دونك واش ندير؟ شخي اوبليجي نسوبريميها ولا نديرها تريتمون افيك ان لوجيسيال، باسكو هذا البروي نيميريك بيسكي يجي في الكابتور وما دي يجيني في ليماج كاين اون سوليسيون كيفاش نقدر نقصلو شويه بلايت روم ولا فوتوشوب. انا قلت نقصلو ما نسوبريماش باسكو ما يتسوبريماش 100%. شغل كي ينقص سي اون ديتريمون نقص البروي يروحوا لي لي ديتاي شغل شويه كومبليكي. دونك انا جو بريفير ما نتلاقاش كاع به. تسمى في ليزابار لي كابتور هادوما ا بي ان سي ابارتي دو 1600 2000 ايزو نبدا نشوف البروي نيميريك ولا كاين بزاف. دونك انايا لي زوتر ابري فوتو باغ اكزومبل فول فريم نقدر نروح حتى ل 4000 5000 ايزو. دونك كيفاش تروح نصور بزاف في سيتياسيون دو ميير ديفيسيل؟ زعما انا شويه فوتوغراف اللي نصور في لي سال دي فات ولا في لي بوات دو نوي ولا نصور في الليل بزاف، دونك على بالي بلي توجور راح نطلع الايزو. دونك لا سوليسيون تاعي سي كو نروح نشري ان كابتور فول فريم، باسكو لو كان نشري ان كابتور ا بي اس سي اوتوماتيكمون لو بروي نيميريك حيدير فيها حال. دونك هاد العفسه اللي نعرف بها تاني واش من ابري فوتو لازم نشري على حسب لو دومين تاعي. دونك اذا نسحق فول فريم ولا نسحق ا بي اس سي ما نروحش ديريكتومون نرمي دراهمي في ابري فوتو فول فريم اللي هي الكود 3 فوا بلو شيغ على ابري فوتو ا بي اس سي، الوغ كو انا ما نطلعش بزاف الايزو ولا ما نديرش لي كرون تيراج. دونك هادي اون غروسو مودو لا ديفيرونس اونتر لي كابتور والايزو فهمنا عليها. تسمى كل ما نطلع الايزو يزيد الضو بصح يزيد البريمي نيميريك، البريمي نيميريك نقدر نقصلو لي لوجيسيال مي ماشي 100%. دونك واش نربط؟ كل ما نطلع الايزو تنقص لا كاليتي. الفو ايفيتي نتوشيو الايزو نخليه هو الاخراني، معناتها كي نبدا لي ريغلاج تاعي ندير ايزو 100 ومن بعد نروح نريغلي لوفرتور اي لا فيتاس، اذا حصل نعاود نولي الايزو ونتوشيه. دونك هادي هي ليكسبليكاسيون تاع الايزو، جيسبر جاتكم سهله ما هدرتلكمش بزاف ما تلفتلكمش بلي مو تكنيك. شو اذا ما فهمتوش عفسا بوزيوها لي دون دي كومونتير. شوفوا لي دو بروشان فيديو اللي كملوا لنا لا ديفينيسيون ولي ريغلاج تاع اوفرتور اي فيتاس. تشاو.